ليلى علوي خربت عليها بيتها، وجوزها فاروق نكد عليها حياتها، وابنها ساقها المر، ودلوقتي بتحارب المرض. حدوتة النهاردة مع الفنانة سمية الألفي. مختفية عن الساحة الفنية والظهور الإعلامي من فترة، وده عمل قلق كبير لجمهورها لحد ما عرفنا إنها مريضة بمرض السرطان، وهو السبب في اختفاء سمية عن الشاشة والظهور لفترة كبيرة. سمية عملت عملية جراحية لاستئصال أورام، ولسه بتعافر علشان تعيش. حظها وحش بس هي راضية وبتحمد ربنا، وطول ما فيها نفس هتحارب علشان تعيش. حظها في الرجالة كان أوحش، فاروق الفيشاوي أكتر راجل حبته من قلبها، بس برضه هو أكتر حد نكد عليها في حياتها. فاروق عمل علاقات نسائية كتير من ورا سمية، وجواب بينه وبين ليلى علوي كان سبب في طلاقهم بعد 16 سنة جواز. ابنها شربها المر بمشاكله اللي ما بتخلصش، من أول قضية هند الحناوي لحد انفصاله عن آخر زوجة ليه. سمية لمعت في فترة التسعينات، لكن قصة حبها لفاروق وحربها ضد فشل ابنها أحمد الفيشاوي قضوا على نجوميتها، وأجبروها تغيب عن جمهورها وتنشغل عن فنها. اتجوزت 3 مرات بعد فاروق، منهم الملحن مودي إمام والمخرج جمال عبد الحميد، وآخر جوازة كانت من الفنان مدحت صالح، ودي ما كملتش أيام وحصل طلاق سريع. فاروق الفيشاوي عيط 2 مرات علشانها، مرة لما اتطلقوا ومرة تانية لما اتجوزت مدحت صالح. رغم الحب والعشق الكبير بينها وبين فاروق الفيشاوي، ما فكروش ولا مرة في حيلة المحلل علشان يرجعوا لبعض، وإنهم فضلوا أصحاب بعد الطلاق. وده ليه بقى؟ سمية قالت ما قدرتش أرجع لفاروق بعد الطلاق أبدا، لأنه ضعيف قدام الجنس الناعم وكنت هتخان تاني. العيب ما كانش فيا، وهو اعترف لي إن العيب عنده لأنه بيحب الستات. فضلت أسامحه 16 سنة بس تعبت، وكان لازم أمشي وأشوف حياتي مع حد يحبني. طيب هل لقت سمية الحب؟ لا، قلبها فضل متعلق بفاروق وفشلت كل جوازاتها. ليلى علوي سبب في خراب بيتها وطلاقها من فاروق، لأنها ما قدرتش تتحمل الخيانة المرة دي، خاصة إنها كانت بتقول فاروق قلبه ملكي مش ملك ست تانية. ولما اكتشفت إن فاروق قلبه بقى مع ليلى علوي قالت له طلقني. برغم جرح فاروق ليها وخيانته المستمرة طول جوازهم، لكنها اعترفت إنها ما حبتش غيره ومحدش أخد مكانه أبداً، وقالت إنه كان راجل كريم وعمره ما قصر مع أولاده، وبعد وفاته ما دقتش طعم الفرح تاني، بس الحياة لازم تستمر. سمية الألفي أم قوية وقدرت تقف مع ابنها أحمد في كل أزمة، لكن إنكار نسبه البنت لينا خسر أحمد وسمية وفاروق رصيد فني كبير بعد ما القضية اتحسمت ضده. رحلة سمية مع المرض والألم بدأت من زمان، لأنها أجهضت 12 مرة لحد ما خلفت ابنها أحمد وعمر. الفنانة سمية الألفي بتعيش دلوقتي معركة كبيرة مع الورم الخبيث، وهو نوع نادر جدا خلاها مش قادرة تمشي. دخلت العمليات وإن شاء الله تنجح، ودلوقتي بتكمل رحلة علاجها في صمت وبإرادة كعادتها، لكنها فضلت الاختفاء عن عيون جمهورها وقررت تحارب المرض وألمها لوحدها. Thank you.